فالحقيقة ننتز هذه الفرصة في هذا اليوم المميز الحقيقة لكافة الشعوب على مستوى العالم، وبالأخص الناس المتخصصة في جانب الموارد المائية. احنا طبعا تبعيتنا لوزارة الموارد المائية، وهذا اليوم يهمنا كما يهم البقية. الحقيقة طبعا تطرقوا إلى مصادر مياه الموجودة بليبيا، واحنا فيما يخصني من ناحية الباب التخصص مصادر المياه الجوفية اللي بدورها يتم استغلالها عن طريق حفر الأبار وصيانتها لسد احتياجات المواطن الكريم ومؤسسات الدولة بالكامل من هذا المصدر المهم، الذي الحقيقة لزاما علينا محافظة عليه من التلوث ومن سوء الاستعمال. ونحن في هذا اليوم نحتفل به مع بقية المؤسسات الدولة والمنظمات المختصة والمهتمة في هذا المجال. الحقيقة نأمل أن تكون التوعية في أو الإرشاد حول استخدامه والمحافظة عليه من ناحية التلوث ومعالجة الحقيقة أي خلل وأي تلوث لمصادر المياه الجوفية اللي بتؤثر الحقيقة سلبا على موادنا الدائمة المستخدمة في حفر وصيانة وتغليف هذه الأبار. فبالتالي احنا نوصي بالحقيقة استخدام الأسس العلمية المتبعة، وكذلك اللي هي عمل بنية تحتية الخاصة بمنظومات الصرف الصحي لكي نتفادى كثير من المشاكل والمخاطرة بهذا المصدر المهم اللي هو بدونه طبعا تتوقف عجلة الحياة. واحنا نتمنى من الجميع الحقيقة الوقوف والدراية الكاملة والمعرفة الكاملة بمصادرنا المحدودة الحقيقة في ليبيا، ونسعى إلى تطويرها وإلى إيجاد حلول بدائل أخرى من خلال تحلية مياه البحر وغيرها. وشكرا لكم جزيلا. شكرا.